بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، سيد رئيس الجمعية الوطنية، سادة الوزراء، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استلهاما لرؤاكم فخامة رئيس الجمهورية، ها نحن اليوم إلى جانب القوى الوطنية السياسية في الأغلبية والمعارضة نقدم نموذجا جديدا للعمل الوطني ورؤية جديدة للوطنية، ونتقدم يدا بيد لخدمة هذا البلد وتعزيز ديمقراطيته وانسجامه وسلمه الأهلي ولحمته الوطنية. وأغتنم هذه الفرصة ما نقدمه اليوم أمامكم فخامة الرئيس كخلاصة لأشغالنا خلال الأيام الماضية، لم يعد ملكا لجهة سياسية مطلقة، بل أصبح مشاعا وطنيا وملكا لكل الموريتانيين، يستوي في ذلك من حضر ومن غاب منهم، وذلك باعتبار مقاصده وفائدته التي ستعود بالنفع على كل الموريتانيين بإذن الله. أغتنم هذه الفرصة فخامة الرئيس لدعوة كل الوطنيين وذوي النوايا الحسنة الذين غابوا عن هذا اللقاء الوطني الهام إلى الالتحاق بنتائجه ومخرجاته والعمل على تحسينها وترسيخها. ونؤكد كذلك لكل الذين سيعملون وعن سوء نية على المساس بمكاسبنا الوطنية وتعطيل تجربتنا الديمقراطية أننا لهم بالمرصاد، وأن هذا الشعب الذي لفظهم ودفع بهم قبل أن يدفعوا بأنفسهم إلى هامش الحياة وأرصفة التاريخ لن يسمح لهم أبداً بتعطيل مساره ولا بالوقوف في وجه تطلعاته أو اعتراض آماله. فخامة الرئيس، وكما كنا طرفاً جاداً وملتزماً يحترم تعهداته ويفي بالتزاماته في حوار 2009 بشهادة المجتمع الدولي، وهو ما أكدناه وسرنا عليه في حوار 2011 بشهادة شركائنا، فإننا اليوم وبقيادتكم دائما نؤكد التزامنا الأكيد بمخرجات هذا الحوار ونيتنا في العمل إلى جانب كل القوى الوطنية على التنفيذ الصارم لها بصدق وأمانة وحس وطني عال. فخامة رئيس الجمهورية، سيدات وسادة الحضور، إن أسس دستور جديد وجمهورية ثالثة قد وضعت من خلال هذا الحوار، وقد وضعناها معا وعيوننا تتطلع إلى المستقبل، ومن خلال توجيهاتكم وأنتم تفتتحون هذا اللقاء الوطني ستدركون فخامة الرئيس كم كانت آمال وتطلعات الأجيال القادمة حاضرة في أعمالنا. نلتمس منكم فخامة الرئيس أن تعبروا بنا إلى المستقبل بثقة وأمان إلى المستقبل. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.